هناخد مع بعض ريدوكس تايتريشن، ده الجزء العملي اللي انت هتشتغله بايدك في المعمل. هناخد الريدوكس تايتريشن في الجزء ده اوف بوتاسيوم برمنجانات، ليها تجربتين، بوتاسيوم اللي هي برمنجانات البوتاسيوم، هنعمل ديترمينيشن للفيروس سلفيت باي بوتاسيوم برمنجانات، وهنعمل برضو ديترمينيشن للاوكزاليك اسيد باي بوتاسيوم برمنجانات. يبقى في تجربتين لبرمنجانات البوتاسيوم. هنقدر كبدات الحديدوز باستخدام برمنجانات البوتاسيوم، لازم يكون في وسط حامضي عشان اقدرها كبريدات الحديدوز كعامل مختزل مجهول العيريه، لازم هيكون مجهول العيريه والتركيز كمان. فلازم اكون محضره محلول قياسي من برمنجانات البوتاسيوم تركيزه 1/10 مولر وهو عامل مؤكسد. هتختزل البرمنجانات الى هتختزل الى ايون منجنيز زي ما شرحنا في المعادله في المحاضره الثالثه في وجود وسط حامضي ومعادله والمحاضره الثانيه. اما الحديدوز كبريتات الحديدوز، ايون الحديدوز هيتحول الى ايون حديديك، ماشي، هيتاكسد لايون حديديك، والمعادله هي شرحناها في المحاضرات. هناخد بالمص 10 مللي من كبريتات الحديدوز وهنحطها في الدوره. دايما العامل المختزل بيبقى تحت والعامل المؤكسد بيبقى في البوريت في الصحيحه، يبقى العامل المختزل بيبقى في الفلاسكا او في الكونيكر، لكن العامل المؤكسد بيبقى في البوريت اللي هي الصحيحه. ثم ناخد بعد كده ناخد 10 مللي من كبريت الحديدوز ونحطها في الدوره، وبعد كده نحط 10 مللي من حمض الكبريتيك وهو تركيزه 1 مولر ونحطها في الدوره، وبعد كده العامل المختزل ونحط العامل المختزل في الدوره، لكن في الصحيحه بنحط فيها العامل المؤكسد اللي هو برمنجانات البوتاسيوم. انا بحط برمنجانات البوتاسيوم لغايه السطح المقعر بتاعها يبقى ملامس للصفر، السطح المقعر بتاع البرمنجانات البوتاسيوم كسائل ملامس للصفر بتاع الصحيح اللي فوق. ونبدأ العملية المعايرة، هيبدأ يديك لون بينك للون اللي هو ترانسبيرنت، لون شفاف، وتقعد تعادل لغاية ما يظهر لك اللون الوردي. احنا عندنا في الكيمياء بنقول وردي، انت بالنسبة لك ممكن تقول الفوشيا. نقطة نقطة ما تيجي تعاير بننزل نقطة نقطة، الصبر حلو، نقطة نقطة واحنا بننزل، مفيش داعي اللي انت تعملها كأنك فاتح حنفية وتخليها تنزل، والصحيحة اللي تنزل زي الحنفية دي تبقى بايظة ارميها، انت لازم تيجي تنزل تنزل نقطة نقطة، بنمسك الصحيحة دي في ايدنا الشمال، بنمسك الصحيحة دي في ايدنا الشمال والدورق في ايدك اليمين، بتمسك الصحيحة في ايدك الشمال والدورق في ايدك اليمين. لو عديت على حد في المعمل ولقيته عامل غير الكلام ده هيطلع بره وهيتاخد غياب. وتبدا تعاير نقطه نقطه لغايه ما يظهر لك اللون البينك او اللي انتوا بتقولوا عليه الفوشيا. طبعا ده زي ما انت شايف تقارب البنجانات، وده بيحب نسال فيه في الامتحان، بنحط دليل ما بنحطش دليل، ليه ملونه دليل ذاتي، مش محتاجه دليل. انا بحط دليل ليه؟ فايدة الدليل ايه؟ ان انا اما اوفر وسط، اما احافظ على الوسط بتاعي، او الون، عشان المادتين اللي بيكون بعاير بيهم زي الحموضه والقلويه، انت بتكون بتعرف تفرق بين الاتش سي ال او الصودا الكاويه او اللي هي صوديوم هيدروكسيد، الاثنين كانوا ترانسبيرنت شفافين، لازم احط دليل عشان يلون عشان اقدر اوصل لنقطه الاند بوينت، نقطه انتهاء التجربه. عايرنا وخلصنا. نيجي الحساب، بنقول مكافئات البرمنجانات البوتاسيوم بتساوي مكافئات كبريتات الحديدوز، بس انت عندك التركيز العياري لبرمنجانات البوتاسيوم بالمولر، خدت في محاضرات الحموضه والقلويه ان التركيز العياري بيساوي التركيز المولر في ه ه، هنا لبرمنجانات البوتاسيوم في تفاعلات في الوسط الحامضي بيكون ه بتاعتها بكام؟ بخمسة. يبقى مكافئات برمنجانات البوتاسيوم بتساوي مكافئات كبريتات الحديدوز، الحا على 1000 في العياريه بقت 5/10، 1/10 في 5 بخمسة من 10 بيساوي الحجم اللي انت خدته من كبريتات الحديدوز وحطيته في الدورة 10 مللي على 1000 في العيارية اللي انت عايزها بتاعت كبريتات الحديدوز مجهولة انا عايزاها. خلاص بناخد حجم الصحيحة منين؟ من اللي انت طلعته، اللي انت عايرته، الحجم اللي انت نزلته، تشوفه خدت قد ايه.
نبدا بقى، هنبدا خلاص كده. انت زي ما انت شايف كان عندك حجم الصحيح هتقدر تجيبه من التجربه اللي انت عملتها، وما اصبحش عندك اي حاجه مجهوله غير العيريه بتاعت كبريتات الحديدوس تقدر تجيبها. تقول انت تكتب في الامتحان، ممكن تكتب كده لو هيجي احتمال كبير ان هو هيجي مساله، الجزء ده يجي في صوره مساله احتمال كبير، ولو جه وكتبت لي لغايه السطر حجم الصحيحه اللي هو سطر ده بس كده كتبته من غير ناتج نهائي، انا هديك الدرجه النهائيه، مش محتاجه ناتج نهائي، مش محتاجه ان انت تستخدم اله حاسبه. افرض ان انا ما طلبتش العيريه بتاعه كبريتات الحديدوس، هطلب حاجه تانية اللي هي عباره عن ان انا عايزه التركيز بتاع كبريتات الحديدوس بالوزن بالجرام لكل لتر، بالوزن وزنيه لكل لتر اللي هي بنقول عليها وزنيه حجميه، زي ما خدتها في الحموضه والقلويه، وزنيه حجميه وزنيه وزنيه وحجميه حجميه، انا عايزاها هنا وزنيه حجميه، يعني الوزن بالجرام لكل لتر. ماشي، هنقول مكافئات برمنجانات البوتاسيوم بتساوي مكافئات كبريتات الحديدوس، برضو الحجم الصحيحة على 1000 في العيرية عندي بخمسة من عشرة نفس الجزئية اللي فاتت، لكن أنا عايزة الوزن بالجرام على لكل لتر، فأنا عايزة كده الوزن بالجرام، هنستعمل القانون بتاع الوزن بالجرام على الوزن المكافئ اللي هو الوزن بالجرام على الوزن الجزيئي على ه، يبقى الوزن المكافئ هنا بيساوي إيه؟ الوزن الجزيئي ليها اللي هو ممكن في الامتحان تكتب لي إيه في SO4 بس مش عايزة ناتج نهائي، على التكافؤ بتاعها اللي هي ه اللي هو هنا بواحد اللي حسبناه في المحاضرات. خلاص، وبالتالي بس خلي بالك ان الوزن بالجرام اللي انت طلعته ده للعشرة ملي بتوع الدوره، الوزن بالجرام ده للعشرة ملي بتوع الدوره، لكن انا طلبت هنا انك فوق هنا كام؟ 10 ملي، الوزن بالجرام لللتر، يبقى انت تقول الوزن بالجرام اللي انا طلعته ده في 10 ملي، امال لو 1000 ملي اللي هي اللتر يبقى بكام؟ وتكتب لي كده في الامتحان، ومنها يتم ايجاد الوزن بالجرام لكل لتر الكبريتات الحديدوس، ما قلتلكش تقول لي واو في 1000 على 10، وما قلتلكش تحسب لي الناتج النهائي، لو كتبت كده حتى لغايه هنا السطرين دول ومنها يتم حساب الوزن بالجرام لكل لتر كبريتات الحديدوس برضه هديك الدرجه النهائيه. انا عايزين نحسب عياريه برمنجانات البوتاسيوم، حسبناها عياريه كبريتات الحديدوس، عايزاك برضو تعملها في البيت. تركيز كبريتات الحديدوس بوزن الجرام لكل 10 مللي عملناها، عيارات كبريتات الحديدوس انت هتجيبها لي، هتقعد في البيت مع تجيبها، عيارات لا هنا جبناها خلاص، يبقى مش محتاجة ان انت تجيبها، يبقى احنا هنا جبنا كبريتات الحديدوس ماشي خلاص، يبقى جبنا العيارات بتاعت البرمنجانات والعيارات بتاعت كبريتات الحديدوس وتركيز كبريتات الحديدوس بجرام لكل 10 مللي في الاول جبناها، وبعد كده قلت لك هات لي في اللتر، يبقى جبناها برضو في اللتر. عايزه بقى انت تجيب لي الوزن بالجرام لكل لتر البرمنجات البوتاسيوم، عايزاك تجيب لي الوزن بالجرام لكل لتر البرمنجات البوتاسيوم، حاول بقى كده في البيت. بس قبل ما انت تحاول في البيت خلي بالك ان انت الحجم بتاع اللي انت هتجيبه اللي انت الوزن بالجرام اللي انت هتطلعه بالنسبه لحجم الصحيحه هيكون عندك كام، لكن الوزن بالجرام في حاله كبريتات الحديدوس كان بالنسبه لل 10 مللي اللي انا حطيتهم في الدوره بتوعها، لكن الوزن بالجرام اللي انت هتطلعه البرمنجانات البوتاسيوم وتحوله للتر هيطلع لك بالنسبه لحجم الصحيح، ودي هتيجي احتمال كبير في الامتحان، لازم تحلوها وتوروني النتيجه. تقدير حمض الاوكزاليك باستخدام برمنجانات البوتاسيوم، نفس التجربه اللي فاتت ما فيهاش جديد، وهنعمل المعايرة بتاعتنا ومش محتاجين فيها دليل، برضو مخليها 1/10 مولر زي ما هي، وهنبدأ نحسب برضو عيارية حمض الأوكزاليك بسهولة والوزن بالجرام لحمض الأوكزاليك برضو زي ما طلبنا في كبريتات الحديدوس، بس اللي انت هيطلع عندك بالعشرة مللي انا عايزاه باللتر، فهي هي نفس الحكايه بس شلنا كبريتات الحديدوس وحطينا بدلها حمض الاوكزاليك. خلاص، لكن في التجربه دي زي ما انت شايف تقريبا مش بنستخدم حمض كبريتيك زي ما احنا استخدمنا في التجربه بتاعت كبريتات الحديدوس، لكن كده كده برضه هي البرمنجانات هتبقى بخمسه لان هي بتعاير حمض الاوكزاليك، فكده كده الوسط الحامضي موجود ومتوفر ليها، بس ما خدتش حمض الكبريتيك
لكن في حمض الاوكزاليك هو عباره عن الوسط الحامضي بتاعها. خلاص زي ما انت شايف مفيش حمض كبريتيك هنا انا واخداه، لكن حمض الاوكزاليك هو اللي هيوفر الوسط الحامضي للبرمنجانين. خلاص نفس الكلام، شلنا شلنا كبريتات الحديدوز وحطينا حمض الاوكزاليك، نفس المعايره نفس النتيجه نفس الحسابات مفيش اي اختلاف. وبرده عايزه منك ان انت تجيب الوزن بالجرام للبرمنجانات البوتاسيوم، وما تنساش ان انت هتجيبه في السحاحه مش في العشرة مللي بتوع الذره زي كبريتات الحديدوز. احنا كده خلصنا السكشن الاولاني في الدوكس تايتريشن اللي هي بوتاسيوم برمنجانات، بوتاسيوم برمنجانات، خدنا التجربتين بتوعها مره مع كبريتات الحديدوز في الصلفيت ومره مع الاوكزاليك اسيد حمض الاوكزاليك. ما تنساش تحسب الوزن بالجرام لكل لتر برمنجات البوتاسيوم للتجربتين وتوريهم للدكتور معاك اللي في السكشن، او توريهم لنا تجيب لي في الساعات المكتبيه، تقولي في الساعات المكتبيه وتوروا لي الحل. انا كده خلصت السكشن.